صباح الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي. خلوني الأول قبل ما ابتدي حلقة النهاردة أشكر الأستاذ ممدوح النجمي على ثقته الغالية في انضمامي لفريق عمل برنامج مع النجمي. ما حلفناش الحظ إن هو يكون موجود معانا النهاردة داخل الاستوديو، لكن هو معانا في مداخلة تليفونية. أستاذ ممدوح، اهلا اهلا استاذه بسمه، اهلا بحضرتك في برنامجك، نورت الدنيا كلها. ربنا يخليك، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. تحياتي لشخصك الكريم. كان نفسنا تكون متواجد معانا النهارده لكن ما حلفناش الحظ نظرا للظروف السيئه اللي حصلت لحضرتك. والله انا الحمد لله، بس برضو يعني فيه الاستاذه بسمه رمضان انا على ثقه كاملة إن هي هتأدي الدور على أحسن وجه. ربنا يخليك يا أستاذ ممدوح، تسلم يا رب. لكن دعيني في أول الأمر إن أنا يعني أشكر أخ صديق عليا جدا الأستاذ خالد الناقر رحمة الله عليه. الله وأنا يرحمه. ابن الصحة والجمال، الرجل ده يعني خيره علينا كتير، وبرضه أتقدم بالشكر للأب والأخ والصديق عبد الحميد بتوفيق رئيس القناة أطال الله في عمره. الراجل جميل جدا وقلبه يسع الجميع وبيساعدنا أطال الله في عمره. وأشكر الأستاذ وليد عمار مخرج الهوى، تحياتي لكم جميعا. تسلم لحضرتك يا أستاذ ممدوح، وإحنا طبعا بنشكرك وبشكر حضرتك بصفة شخصية علشان خاطر إن حضرتك أتحت لي الفرصة إن أنا أكون معاك من فريق عمل برنامج النجمي. ده شيء من دواعي سروري، وانا عارف انه بسمه رمضان اعلاميه لها برضه وزنها، وده شيء اضافه للبرنامج ان شاء الله. ربنا يخليك، وان شاء الله حضرتك تكون متواجد معانا في الفتره الجايه ان شاء الله. الحلقه اللي جايه باذن الله ان شاء الله هكون معاكم في الاستديو باذن الله. ان شاء الله يا استاذ ممدوح، وحضرتك نورتنا تاني النهارده باذن الله. ان شاء الله كده يعني اتمنى لكم حلقه كويسه، وبعد كده معاكي النهارده مستشاره رضوى الدربي دي يعني معالي المستشارة غنية عن التعريف. طبعا دي مرجع قانوني كبير جدا. ان شاء الله تبقى حلقة موفقة، ودعيني اشكر فريق عمل مع النجمي اللي اشتغلوا معانا وما زالوا، ان سمحتي لي يا استاذة بسمة. طبعا اشكر الاستاذ شريف طه معايا من المونتاج، ومعايا برضو الاستاذ امجد عبد الرحيم، ومن أسرة المذيعات ولاء ثروت والأستاذة جهاد حمدي والأستاذة نرمين المهندس. وحضرتك أدينا منورة الدنيا عندك. ميرسي، ربنا يخليك ليكم جميعا، وأتمنى لكم لقاء موفق بإذن الله، وأسيبك مع الحلقة بتاعتك يا أستاذة بسمة. إن شاء الله، وشكرا لحضرتك يا أستاذ ممدوح ونورتنا. مع سيادة المشاهدين، في الفترة الأخيرة ارتفعت حالات الطلاق بصورة غير طبيعية، محدش عارف إيه السبب. هل السبب تدخل الأهل، ولا هل السبب إن إحنا ما بقيناش إن إحنا نسمع بعض، وما بقيناش إن إحنا نعرف نتكلم مع بعض وندي لبعض المساحة الكافية؟ حالات الطلاق كانت في الأونة الأخيرة المفروض إن هي ما بين الشباب بس، لكن دلوقتي بقينا نشوف حاجة غريبة جدا. بقينا نشوف أشخاص عندهم أحفاد وبالرغم من كده بيتم الانفصال. ليه بيتم الانفصال؟ إحنا مش عارفين. خلوني بقى يكون معانا مداخلة تليفونية مع معالي المستشارة رضوى الدربي، المحامية بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا وعضو اتحاد محامين العرب. معالي المستشارة، فلحد اللحظة دي احنا مش عارفين مين اللي ممكن يكون متسبب في ارتفاع حالات الطلاق. في ناس كتيرة جدا بتقول ان هي بسبب الاحوال الاقتصادية السيئة اللي بتمر بيها مصر في الفترة الاخيرة، لكن مش مصر بس، ده الوطن العربي كله عنده مشكلة في حالات الطلاق. هل احنا بعدنا عن الدين وبعدنا عن التربية وبعدنا عن الاجيال الجديدة اللي طالعة، جيل السوشيال ميديا وجيل التيك توك وجيل الفضائيات، وان احنا بقينا عشان خاطر ان احنا نبقى عاملين ترند ونبقى عاملين واقع يبقى ان احنا نستخدم فيديوهات معينة عشان خاطر ان احنا السوشيال ميديا تتكلم عنه وخلاف. مشاكل كتير وحاجات كتيرة جدا احنا لحد اللحظة دي مش عارفين ايه السبب فيها. يعني احنا ممكن نتقابل في الشارع نعجب بشخص، وممكن ان احنا نتكلم معاه وان احنا نحب ان احنا يكون في ما بيننا علاقة بدون اي مقدمات، يتقال لا خلاص انا مش قادر اكمل في العلاقة دي،
مهما كان بقى في اطفال ما فيش اطفال، فخلاص بتنتهي العلاقه لحد النقطه دي ما بين الطلاق. خلونا بقى، زمايلي في الكنترول بيقولوا ان مداخله المستشاره رضوى الدربي بقت متواجده معانا. معالي المستشاره، اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا، صباح الخير. صباح النور، ونورت الدنيا كلها ونورت برنامج النجمي. اشكرك اشكرك استاذه بسمه، وانا سعيده جدا بوجودي مع حضرتك على الهواء. ميرسي لحضرتك جدا يا فندم. الله، وبشكر الاستاذ ممدوح النجمي، طبعا شخصيه محترمه، وكان نفسي طبعا ابقى متواجده معاه النهارده، لكن لظروف شغلي لعدم تواجدي نظرا ان كان عندي مؤتمر. الله يعين حضرتك. تدخل، الله يخلي حضرتك، ومداخله الحوار كان شيق لما قال لي الاستاذ ممدوح، وشائك برضو، ويهم الدوله المصريه والمجتمع المصري ان احنا نتكلم فيه ونوجه رساله تؤثر في الاسر المصريه بالخير والتسامح. حضرتك في الفترة الأخيرة يا معالي المستشارة ارتفعت حالات الطلاق، كنت أنا لسه بتكلم في الانترو إن حالات الطلاق ارتفعت جدا في الآونة الأخيرة، ما بقتش ما بين الشباب بس، ده بقت كمان ما بين جيل الخمسينات وجيل الستينات وخلافه، بقينا نشوف حاجات جديدة على المجتمع بتاعنا، يا ترى بقى من وجهة نظر حضرتك إيه الأسباب اللي ممكن تكون متسببة في ارتفاع نسبة حالات الطلاق؟ والله هو موضوع حالات الطلاق طبعا هو موضوع ذات أهمية كبيرة جدا جدا وشائكة في المجتمع المصري حاليا، والدولة المصرية أكيد بتعاني معاناة كبيرة جدا في الموضوع ده. والتفكك الأسري طبعا أثر كتير جدا على الشباب، وحضرتك قلتي جزئية برضو من شوية سمعتها، الحالات دي كمان اثرت على الناس الكبيره كمان، مش الشباب ولا الصغار السن. بقى جيل الستينات يا معالي المستشار احنا ما كناش متوقعين ده، جيل الستينات كمان ان هو ينفصل، فدي بتبقى حاجه غريبه جدا. جيل الستينات هو مش ستينات بس، عشان احنا برضو ما نحددوش في سن محدد، احنا بنتكلم على ان نسبه الطلاق، انا كقانونيه ونشوف المظاهر اللي موجودة في ساحات المحاكم وبالذات في الأحوال الشخصية طبعا. حاجات يعني نحزن إحنا كمصريين إن الشعب المصري ذو القيم والمبادئ والتسامح والترابط إن يوصل لهذه الدرجة من الكم والنسب، لدرجة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات أكد إن بتوصل تقريبيا كل ساعة 25 حالة طلاق. فده طبعا إنما ينم على إن في تفكك أسري كبير، وإن في جهل وعدم فهم للمسؤولية والاختيار السيء والعديد من الأسباب اللي يترتب عليها موضوع الطلاق. ولكن هو ناقوس خطر يهدد المجتمع المصري طبعا وانهياره، ويهدد المبادئ والقيم والفهم الخاطئ طبعا. فنتمنى من الله ان نساعد الدوله المصريه ان نقلل من هذه الحالات بشكل زي المبادره الذي اصدرها السيد الرئيس مشكورا، وهو انا بقول في كل مداخلاتي او في لقاءاتي السابقه في الفضائيات ان هو الاب الروحي للشعب المصري. ده حقيقي. فكان في المؤتمر السادس للشباب مشكورا اصدر مبادره موده على اساس يبقى شبه كورسات تاهيليه للشباب، وطبعا ده يبقى ليها تاثير بيقول بقى على السن الكبير لما الشباب يرجع يتكلم في المفهوم اللي اخده الصحيح لمعنى الاسره المصريه والترابط والمسؤوليه ومعنى الزواج وتحمل المسؤوليه بين الزوج والزوجة، ليس بطرف واحد. ما بقاش أي حد بيتحمل المسؤولية دلوقتي يا معالي المستشارة، يعني مش أي حد تقدر إن أنت تخليه يتحمل المسؤولية. وده نتيجة برضو التربية الخاطئة واللهو أو انشغال الأب أو الأم عن الأسرة داخل المنزل. يعني حضرتك عايزة تقولي إن ممكن يكون السبب الرئيسي في ده إن التنشئة من البداية غلط، يعني مش صح. هو بصي برضو مش هنحمل ال 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 الأسرة المصرية على علتها، لكن لكل قاعدة شواذ.
احنا بنقول ان هي نسبه كبيره طبعا، ان لازم يبقى في رقابه، وانا قلتها برضو في لقاء قبل كده، رقابه الاسره على كل كبيره وصغيره، والتنشئ في الصغر كالنكش في الحجر. فلما نبدا من البدايه والنبته بتاعتنا نطلعها سليمه ونعرفها الحلال والحرام والصح والغلط والابيض والاسود، اكيد هيبقى في نسبه كبيره طالعه صالحه ان هي تفتح بيوت، ان هي تمارس حياتها صح، ان هي تخلي الطفل اللي هو نتج عن الزيجه السليمه والصحيحه والاختيار السليم عايش بطريقه هيلثي، يعني صحيه وطبيعيه، بتنشئي جيل للمستقبل صالح ان هو يقدر يخدم المجتمع ويستفيد ويفيد بالمجتمع. ده حقيقي. فمنعا للممرض يعني المده، طبعا البرنامج مش طويله، الموضوع شائك طبعا، عايز العديد والعديد من اللقاءات او المداخلات. ايوه، حلقه واحده مش هتكفي، ولا مداخله لوحدها هتكفي. ولكن كل اللي اقدر اقوله ان من الاسباب الرئيسيه طبعا في الطلاق هيكون ان هو الفهم الخاطئ في الاختيارات، التسرع في الاختيار، عدم كده، والعنف كمان اللي بيبقى من ضمن الاسباب، ان بيبقى الطفل او الشاب طالع شايف اسره فيها من الاطراف الزوج او الزوجه فيهم شكل، فبيطلع ان هو معقد نفسيا يا دكتور. ايوه، ما بيبقاش يعني نفسيا مؤهل ان هو يبقى شخص سوي في يوم الايام، سواء ست او راجل، عشان برضو مش عايزين نحمل الرجاله ويقولوا عشان ما يفضلوش يقولوا علينا ان احنا متحاملين مع السيدات بس، وان احنا بنيجي على الرجاله. انا احب برضو ان انا ابقى في حياد بحكم طبيعه شغلي، ان انا اشوف من منظور البعيد قبل ما اكون بتكلم على حاله شخصيه او حاله خاصه قدام عيني. ولكن برضو من ضمن الاسباب الرئيسيه بيبقى ساعات بيبقى الزواج ليه اغراض، سواء اغراض ماديه او اغراض اخرى عاطفيه. لو اتكلمنا عن مثلا الماديه، نتيجه الفقر او الجهل بيبقى سبب من الاسباب ان الناس بتسعى للماديات وما بتبصش في المحتويات الاساسيه للزواج. ما بتشوفش زي ما الدين قال وتعلمنا وتربينا على الاخلاقيات. ده حقيقي. يعني انا بتكلم في موضوع مبادره مماده بتاعت السيد الرئيس دي، مبادره انا شايفاها من وجهه نظري مبادره عظيمه. طبعا طبعا طبعا، ولازم كلنا نساعد، حتى لو مش داخل المبادره نفسها محدش تمكن ان هو يعني يسعى ليها، نشوف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بدل ما احنا بنستخدمها غلط، وبتبقى سبب رئيسي للسن الكبير اللي حضرتك قلت عليها ونويت عليها من شويه. ان وسائل التواصل الاجتماعي برضو قلتها في مداخله قبل كده وفي لقاء، ان هي قنبله موقوته داخل البيت، ان من خلف اسوار التواصل الاجتماعي في شتى، في بيوت كتيرة اتخربت يا معالي المستشاره، بيوت كتيرة اتخربت بسبب شبكات التواصل الاجتماعي دي. فده فيروس داخل البيوت، ده فيروس كبير داخل البيوت فعلا. طب حضرتك شايفة ايه اللي ممكن الدولة، المقترحات اللي الدولة ممكن تعملها علشان تقلل من ارتفاع حالات الطلاق؟ هو فعلا اولا المبادرة دي كانت من ضمن الاقتراحات اللي اصدرها السيد الرئيس شخصيا تحت رعاية وزارة التضامن واشرافها. ايضا برضو حاجه انا سعيده جدا لما وصل علمي ليها، ان هناك لجان اقتراحات تم تحديدها، منها لجنه عن طريق المجلس القومي للمراه. طبعا عشان خاطر المجلس القومي للمراه ابتدى بيختص بشؤون المراه والطفل واهتمامه ان يبقى الحياه الاجتماعيه مستقره، ان هو ده الاساس في الدوله. فاتعمل لجنه هناك للاقتراحات، اتحط فيها على سبيل الحظ مجموعه من الاقتراحات. وايضا اتعمل لجنه عن طريق الازهر لوضع بما يتناسب والشريعه الاسلاميه، لانها مصدر من مصادر القانون بالذات في حاله التقصير. وايضا اتعمل لجنه عن طريق وزاره العدل بيوقع فيها التعديلات اللي لابد ان يتم تغييرها في قانون 100 لسنة 85، لأن من سنة 85 حتى الآن لم يتم تعديل أو ما فيش أي حاجة جديدة أو القوانين. أي فعلا،
فكل هذه الاقتراحات تم فعلا بالفعل عمل لجان ليها عن طريق هذه الجهات المختصه وتحويلها للجهات المعنيه لشرحها وفحصها بدقه للخروج بما يليق بقانون او بتعديل قانون للاسره المصريه، ويصبح ابنائنا في المستقبل ابناء في حال السلم وفي بر الامان وفي استقرار نفسي ومعنوي واجتماعي، وما يبقاش عبء على الدوله ماديا ولا نفسيا حاله الطلاق وتحمل مسؤوليه المطلقات او غيره. ايضا هناك مقترحات تخص النفقه، تخص الرؤية، تخص طريقة الزواج في حد ذاتها من البداية. أيضا موضوع الخلع طبعا بيهرب من الخطرات المتواجدة في القانون، كان بيهرب منها السيدات أو يعني اللي راغبين في الطلاق عن طريق الثغرات الموجودة في القانون، والمفروض برضه هيتم تعديل جزئيات كبيرة فيها الى وضع او الى طلب الخلع هروبا من الضغط النفسي او الضغط النفسي والمشاكل اللي بتبقى موجوده ما بين الزوجين والمشاكل اللي بتكون موجوده ما بين الاسره. طيب معالي المستشاره، في حته معلش انا اتفضلي اتفضلي طبعا. لا طبعا براحتك يا معالي المستشاره، احنا مستمتعين واحنا بنسمع حضرتك والله. الله يخليها حضرتك. بصي انا دلوقتي الجزئيه المهمه ان الطلاق في حد ذاته المفروض ان الشريعه الاسلاميه او حتى الاديان الاخرى فيها تسامح، والجواز بيبقى جواز الدوام. احنا في الصعيد بنقول جواز الدوم زي ما بنقول، الاستمراريه دي اصل الزيجه. ف ده حقيقي. لكن هناك من انواع او تحت اي مسميات، مع احترامي انا رايي الشخصي ان اي مسمى تحت غير الزواج الدائم انا شايفاه ان دي تحايل على وقعة الزواج في حد ذاتها او الزيجة في حد ذاتها او الهروب من المسؤولية، بينتج عنها انكار نسب، بينتج عنها اطفال مستقرضة. طيب. لكن جزئية الطلاق في ايجابياته، الاطلاق فيه ايجابيات ولو كانت منحصرة على سبيل الحصر، وليه استفادة في ان انت ممكن توصلي للطلاق لو اضطريتي لذلك لا قدر الله. طبعا في ايجابيات طبعا كثيره حتى لو على سبيل الحصر، لكن مطلوبه. طيب طب معالي المستشاره، علشان خاطر حضرتك عارفه ان مداخله مع حضرتك استحاله ان هي تكفينا، يعني مداخله تليفونيه حضرتك محتاجه حلقات وحلقات علشان نقدر نستفيد من العلم اللي عند حضرتك. فعلشان خاطر وقت الحلقه عايزين نعرف في ايجاز سريع ايه حضرتك المقترحات او حضرتك عايزه تقولي للناس، وان انت تخليهم يبعدوا عن الطلاق، والنصائح اللي حضرتك بتوجهيها لكل حد مقبل على الزواج. بصي حضرتك، هي مش قصه نصائح، يعني انا برضو في ناس، انا اولا قبل يعني انا هوصل رساله طبعا دي. اتفضلي. طبعا الرساله طبعا ان هو عدم التسرع والاختيار لشريك الحياه او شريكه الحياه مناسب اولا اجتماعيا معاه، التوافق الاجتماعي مطلوب للطرفين، قدره التحمل المسؤوليه للوصول ده حقيقي. ايوه فدي مهمه جدا، يعني احنا دلوقتي مش بنقول ان احنا ندي، احنا مش بنتكلم كلام وخلاص، احنا بنتكلم على ارض الواقع. في عادات وتقاليد المفروض كل واحد في اسرته وبيته يحترم هذه العادات والتقاليد، فياخد زي ما بنقول احنا بنقول بالصعيدي خد اللي من ثوبك، ازاي؟ اللي يليق بيك يفهمك وتفهمي، التفاهم بالزبط. مهم جدا. التفاهم هو اهم حاجه. طيب بعد كده الاختيار لازم يبقى اختيار عقلاني قبل ما يكون عقلاني. طيب معالي المستشاره، احنا يعني حضرتك لازم توعدينا ان انت تكوني متواجده معانا في حلقه ان شاء الله. ان شاء الله. وحضرتك نورتينا في استوديو مع النجمي، ونتمنى حضرتك تكوني متواجده معانا في حلقه معالي المستشاره رضوى الدربي. حضرتك نورتينا ونورت الدنيا كلها، وكل الشكر لحضرتك. مشاهدينا، خليني قبل ما اختم حلقه النهارده اشكر الاستاذ ممدوح النجمي. والدي تعب في الفتره الاخيره وتعرض لعكه صحيه جامده جدا وتسببت في دخوله الرعايه، وحقيقي ناس كتيره قوي وقفت جنبي في الفتره دي، فانا يعني هستغل البرنامج واشكرهم. وهشكر الاستاذ ممدوح النجمي مره تانية، وسياده اللواء ياسر المحمدي
منتدب عن شركه حسن علام للمقاولات، والاستاذ السيد اللواء محمد سمير مساعد رئيس مجلس اداره الشركه لقطاع الامن، والاستاذ علاء السبكي المشرف على الاداره الطبيه بالشركه، والمدير العام للمستشفى اليوناني بالعباسيه الدكتور سموائيل لويس. مشاهدينا الكرام، للاسف وقت حلقتنا انتهى. انتظرونا بقى وحلقه جديده من برنامجكم مع النجمي، وباذن الله هيكون معانا الاستاذ ممدوح النجمي في الحلقه الجايه. كانت معكم بسمه رمضان.